هولا هي لغة القلب، وبالتالي هي نبض قلب شعب هاواي. ونحن نقول للراقصين أن كل شيء بحاجة للرقص، الشعر، أصابع القدمين ورموش العينين، كلها يجب أن ترقص. خلال 3 أيام نفذت كل بطاقات الدخول إلى المسابقة. هذه البطاقات مثل الذهب، هم يستدعون فقط أفضل الأفضل، ولذلك نحن فخورون جدا أن نتمكن من المشاركة. الجزء الأهم من مهرجان ميري مونارك هو مسابقة ميس ألوها هولا، وهي مسابقة فردية بين النساء. 12 فرقة تختار الراقصة الأفضل بينها، ومتسابقتنا لهذا العام هي كايلي كايولاني كايولاني هي راقصة هولا محترفة، وقد اخترناها لأسباب متعددة، ليس فقط كراقصة وإنما كإنسانة. أردت المشاركة في ماري مونارك منذ أن كنت طفلة، وكثيراً ما كنت أفكر أن هذا لن يحصل معي أبداً، ولكني طوال رحلتي في رقص الهولا كنت أعمل باتجاه هذه اللحظة التي ستأتي غداً. بدأت بشكل احترافي منذ عام 2009، وهناك فرق بين رقص الهولا الشائع والرقص بشكل احترافي. إنه كالفرق بين الطعام الصيني الأمريكي والطعام الصيني الأصلي. في الفنادق هذا ما تراه، رجال ونساء جميلون مع قطع الشعر الملونة والزينة، ولكنك لن ترى المهارة ولن ترى الحب الذي تراه في مهرجان ميري مونارك. نتمرن كل يوم من أجل المهرجان لثلاثة أو أربعة أشهر بشكل مكثف. Can we try to end one more time? Why are you guys waiting? Invitation, you need one invitation. Come on, you guys, get your head game on. الفكرة الخاطئة الأكبر عن رقص الهولا أنه سهل. كل راقصي الهولا لديهم مشاكل في الركبة، كلهم. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى مسابقة ميس ألوها هولا. كايلي كايولاني كار. إذا قدمت الأداء الأفضل لدي، إذا قدمت كل ما لدي في هذا العرض الممتد ل40 دقيقة لوحدي، أعتقد أنني سأفوز. فقط عليك أن تنجح من أجل كل هؤلاء الناس الذين جاءوا من أجلك، من أجل كل المعرفة التي لديك، من أجل المسؤولية التي تحملها. أنا لا أرقص الهولا فقط لأكون هنا، وإنما لأنني أحبها. لا أستطيع أن أشرح لماذا، أحبها وحسب. I think it's something you're just born with.